أولا حزب جبهة التحرير الوطني تحصل على 105 مقاعد، 105 مقعد. اثنين، مجموع القوائم المستقلة تحصل على 78 مقعد، مما يبرز عنصر جديد في الخريطة السياسية الجزائرية، ألا وهو ثاني كتلة سياسية في البرلمان، هي كتلة المستقلين أي ممثلي القوائم الحرام. ثلاثة، لنا أمر جديد لهذا يعني ركزت عليه. ثلاثة، حزب حراكة مجتمع السلم تحصل على 64 مقعد. رابعا، حزب التجمع الوطني الديمقراطي تحصل على 57 مقعد. خامسا، حزب جبهة المستقبل تحصل على 48 مقعد. سادسا، حزب حراكة البناء الوطني تحصل على 40 مقعد. سابعا، حزب جبهة الحكم الراشد تحصل على 3 مقاعد. ثامنا، حزب صوت الشعب تحصل على 3 مقاعد. تاسعا، حزب جبهة العدالة والتنمية تحصل على مقعدين. عاشرا، حزب الحرية والعدالة تحصل على مقعدين. 11، حزب الفجر الجديد تحصل على مقعدين. 12، حزب جبهة الجزائر الجديدة تحصل على مقعد واحد. 13، حزب الكرامة تحصل على مقعد واحد. و 14، حزب جيل جديد تحصل على مقعد واحد.